تعالوا نروح نشوف بعض الصور اللي عرضتها القوات المسلحة اليمنية أو جماعة الحوثي، سميهم ما شئت، ولكن الصور لعملية العملية اللي سيطروا فيها على السفينة بالأمس اللي قيل إنها إسرائيلية أو صاحبها على الأقل هو الإسرائيلي. الصور معانا، المفروض إن في فيديو كمان، ولكن خلينا نشوف كده الصور مع بعض، مشاهد للعملية العسكرية التي تم خلالها السيطرة على السفينة الإسرائيلية. دي صور عن الإعلام الحربي اليمني زي ما موجود في الصورة مكتوب عليها. دي القوات ودي الطيارة ساعة النزول إلى سطح السفينة جالاكسي ليدر، ودي الجنود أو المجموعات اللي صعدت إلى سطح السفينة أثناء السيطرة عليها. وزي ما انتم شايفين دي السفينة وماشي قدامها لانش تابع لل يعني دي مجموعة لانشات محوطها ولانش في الأمام، كلهم تابعين للبحرية اليمنية في حال اقتياد هذه السفينة إلى السواحل اليمنية بعد ما سيطروا عليها من منطقة البحر الأحمر. مفروض معايا فيديو أتابعه مع حضراتكم هنا، نشوفه مع بعض سويا على شاشة ألو مكملين دلوقتي. معانا جاهز يا جماعة؟ طيب ده الفيديو، دي السفينة المفروض، ودي الطيارة التابعة للقوات المسلحة اليمنية في طريقها للسفينة زي ما حضرتك شايف ومتابع معانا. العلم اليمني والعلم الفلسطيني مرفوع على الطيارة، لو ركزت تحت عند العجل هتلاقي العلم اليمني والعلم الفلسطيني، والطيارة في حال نزولها إلى سطح السفينة. أنا معرفش ده يعني فيديو صور في أثناء السيطرة ولا بعدين في أثناء اصطحابها إلى السواحل اليمنية، لأنه يعني ربما يكون دعائي بشكل كبير. ولكن عموما أدي المقاتلين اليمنيين وهم بينزلوا من الطيارة وبينتشروا على سطح السفينة. برضو مش عارف ده بعد انتهاء السيطرة الفعلية ولا ده كان أثناءها. وطارت الطيارة المروحية الهليكوبتر والمقاتلين أو الحوثيين أو القوات المسلحة اليمنية، سميهم ما شئت، في هذه الأثناء كان بيسيطروا على السفينة كما يتضح، وفي تظليل لوجوه الطائم زي ما احنا شايفين. ممكن يكون ده حصل بالفعل في اللحظات الأولى للسيطرة، ممكن ما يكونش فيديو دعائي. وزي ما احنا شايفين تقدم المقاتلين لتأمين سطح السفينة بشكل كامل. هذه المشاهد تم بثها اليوم، والعملية حصلت امبارح وتابعناها مع بعض لقطة بلقطة وخطوة بخطوة امبارح، واليوم بنعرض لحضراتكم السفينة اللي تم السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة اليمنية أو القوات الحوثية في رواية أخرى يعني، وفي طريقها بعد السيطرة عليها بشكل كامل في طريقها إلى سواحل اليمن. سفينة يعني على ما يبدو أنها شايفين الحجم قدامكم، وهي سفينة متخصصة بنقل السيارات، وكانت في طريقها من تركيا عبر قناة السويس والبحر الأحمر إلى الهند، وتم توقفها وفي البحر الأحمر بمحاذاة اليمن ولكن في المياه الدولية، وتم اصطحابها إلى السواحل اليمنية. وكان يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية والحوثيين قال إن في بيان سابق لاعتراض السفينة إن أي سفينة إسرائيلية أو بترفع علم إسرائيل أو لها علاقة بإسرائيل هيتم توقفها والتعامل معها بشكل مباشر. وده اللي حصل مع السفينة اللي كانت بترفع صور علم البهاما، وبأكد تاني مرة تانية على رفع العلم اليمني والعلم الفلسطيني في المشهد زي ما احنا شايفين.